أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأسكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأحدانيته أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء المتجدد في الفتاوى أو عن الفتاوى، أسئلة تأتيني وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فيها الإخلاص والتوفيق والسداد والرشد. وأبدأ بما وصل إلي الآن إن شاء الله جل وعلا من بعض هذه الأسئلة التي تأتيني خلال يعني أيام الأسبوع. وأبدأ بالسؤال الأول، والسؤال الأول يقول قائله: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام فضيلة الشيخ، ما حكم صيام تارك الصلاة؟ ما حكم صيام تارك الصلاة؟ التارك الصلاة الذي يصوم رمضان قال، وطبعا احنا عارفين ان الناس في شهر رمضان بتقبل على الله سبحانه وتعالى العاصي والمذنب والطائع والقريب من الله، الجميع يزداد قربا من الله جل وعلا، فالبعيد يزداد قربا، فالبعيد يقترب من الله، والقريب يزداد قربا، والطائع يزيد من طاعته، والعاصي يقلل من معاصيه. وبعض الناس إذا أتى شهر رمضان صاموا دون صلاة، فهل يقبل منهم الصيام؟ دعونا نؤكد من البداية، دعونا نؤكد من البداية أن قضية الصيام، الصيام فريضة والصلاة فريضة، هذه فريضة وهذه فريضة، هذا ركن وهذا ركن. حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح عند البخاري وعند مسلم: بني الإسلام على خمس، من هذه الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، هذا ركن. فماذا لو أن الإنسان في هذا الركن ترك ركن من الأركان؟ تعالوا نقول تارك الصوم هذا، هل هو يترك الصوم جحودا إنكارا؟ فإن ترك يترك الصلاة جحودا أو إنكارا، فإن ترك الصلاة جحودا أو إنكارا فهذا كافر. واحد بنقول له صلي ولا ما فيش حاجة اسمها صلي، فإذا صام لا صيام له لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا، كما في وصف أهل الإيمان في أول سورة البقرة: الذين يقيمون الصلاة. في أول سورة المؤمنون يقول ربنا جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول ربنا جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الصلاة ركن من أركان الإسلام، وإذا كانت الصلاة ركنا من أركان الإسلام إذن فلا يجوز تركها. فإن تركها جحودا وإنكارا ما فيش حاجة اسمها صلاة، فهذا كافر قولا واحدا. أما إذا تركها كسلا، صلي في صلاة في صلاة، لكن والله يعني ادعي لي ربنا يسر إن شاء الله. فمثل هذا نقول أن من ترك الصلاة كسلا اختلف العلماء فيه، فمن العلماء من قال أنه كافر، هذا مشهور عند كثير من العلماء، ومنهم من قال أنه ليس بكافر ولكنه فاسق. فمن قال بكفره قال أيضا لا صيام له، الصيام بتاعه لا قيمة له ولا وجه. ومن قال بأن ترك الصلاة كسلا لا يعد كفرا وإنما يعد فسقا، فهذا صيامه وأمره إلى الله تعالى، فإن شاء قبله وإن شاء رد. يبقى هنا نقول، لكن الذي أميل إليه والذي يعني أرى إن يعني أنسب للناس أن العبد إذا أقبل على الله جل وعلا في رمضان وصام نقول صلي، نقول صلي ليه؟ نقول صلي لأن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. طب انت تلعب في دائقة يعني صعبة، زاوية أو منطقة صعبة جدا للغاية، يا كافر يا فاسد، فلا بد أن تصلي. لكن لو افترضنا أنه صام ولم يصلي،
نشجعه ونقول له ان شاء الله جل وعلا يعني لعل الله جل وعلا ان يتوب عليه. السؤال الثاني يقول صاحب السؤال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ، أفتنا مأجورا في حكم العمل بالسمسرة، هل يجوز الإنسان أن يشتغل بهذه المهنة بمعنى أن يكون سمسارا؟ فما الحكم في ذلك؟ أقول وبالله التوفيق. السمسرة يعني إيه؟ السمسرة عبارة عن التوسط بين طرفين، الطرف الأول اسمه بائع والطرف الثاني اسمه مشتري. والسمسار هو الذي يدخل بين البائع وبين المشتري وسيطا لإمضاء البيع. واحد عنده سلعة وواحد عايز يشتري جدار على سلعة، ولنفترض مثلا واحد عنده سيارة واحد عايز يشتري سيارة، ففي واحد في الوسط في بينهما، ده اسمه سمسار. وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو يسعى لإجراء هذه المعاملة بين الطرف الأول والطرف الثاني، بين البائع وبين المشتري، يسموه دلال، واحد بيدلل على هذه المهنة، فإما أنه دلال لأنه يدل المشتري على السلعة ويدل البائع على الثمن، وإما أنه سمسار لأنه متوسط بين هذين الطرفين. هل الناس بحاجة إلى هذه المهنة؟ طبعاً، لأن ليس كل الناس يفهمون في البيع ولا في الشراء. واحيانا البعض بيفهم في شيء معين لكنه لا يفهم في اشياء اخرى، يعني مثلا ممكن واحد يكون بيفهم في السيارات لكنه لا يفهم في الامور المنزليه، مثلا زي الادوات المنزليه زي الغسالات والثلاجات وما شابه ذلك. بعض الناس يفهم في هذا وذاك لكنه لا يفهم في شراء البيوت. بعض الناس يفهم في هذا وذاك لكنه لا يفهم في مثلا في شراء الاطعمه والاشربه. اذا الناس بحاجه الى ذلك، لماذا؟ لان كثير من الناس لا علم لهم بطرق البيع ولا بطرق الشراء ولا بالاسعار ولا بالبضائع التي تعرض عند الناس. وهناك ايضا بعض الناس ربما يكون ليس عنده وقت، واحد لك انا ضيع وقتي انزل اشتري وادور، لا، يشوف واحد يقول له والله دور لي ولك سعر او عفوا ولك نسبه ولك مبلغ معين ساعطيك كذا وكذا. فهذا هو الامر. ولذلك السمسره تعد من الاعمال النافعه التي ينتفع بها ثلاثه: بائع ومشتري وسمسار. في الثلاثه بينتفعوا، البائع ينتفع، لماذا ينتفع؟ لأن سلعته ستباع. والمشتري ينتفع، لماذا؟ لأنه سيحصل على السلعة التي يريدها. والسمسار سينتفع، لماذا؟ لأنه نفع البائع والمشتري، وأحيانا بيكون هو من طرف واحد من الناس. طيب شروط السمسرة، أو خلينا نقول حكم السمسرة. حكم السمسرة نص جمع من الأئمة والعلماء والفقهاء على أن السمسرة جائزة لحاجة الناس إليها، ده بيع وشراء وهذا وسيط متصل، فإذا دل على السلعة أو دل على هذه البضاعة وأخذ سعرا ما وأخذ أجرا ما على ذلك فلا شيء في ذلك. والإمام مالك رحمة الله عليه لما سئل عن السمسرة قال لا بأس بذلك. والإمام البخاري رحمة الله عليه بوب في كتابه باب أسناه باب أجل السمسرة، باب أجل السمسرة، وذكر رضي الله عنه وارضاه أن ممن أجاز ذلك ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن، أجاز للإنسان للرجل الوسيط بين الطرفين أن يأخذ أجرة على ذلك. لكن ينبغي أن تكون هناك شروط للسمسرة. لما نقول إن السمسرة جائزة ولا بأس منها ولا يمنع من ذلك لعادة الناس، لابد أن هناك شروط. أولا لابد أن يكون السمسار شخص عالم بما يتوسط أو ما يدل عليه، فلا يدخل الإنسان فيما لا يفهم فيه وما لا يعنيه. هو لازم أن يكون عنده خبرة بهذا النوع من البضاعة، بهذا النوع من البيع، حتى لا يضر واحدا من الطرفين. رقم اثنين لابد أن يكون أمينا صادقا. بعض الناس في موضوع السمسرة بتبقى يعني تحابي، إذا كان من طرف البائع فهو يجعل السلعة في أعلى يعني قيمة السعر، وإذا كان من طرف المشتري يحاول أن يبخس بقيمتها الأرض كما يقال. ولذلك نقول ينبغي أن يكون السمسار أمينا صادقا وأن يتقي الله جل وعلا في ذلك. فإذا كان في هذه السلعة أي نوع من أنواع البيع من أنواع العيوب، بين هذا البيع وأظهره للمشتري. وإن كان فيها أي نوع من أنواع يعني الأمور
المخفية فواجب عليه أن يظهر هذا الخفاء وأن لا يكون مع طرف على حساب طرف آخر. إذا خلاصة القول، السمسرة هي عبارة عن عمل يقوم به طرف بين طرفين، طرف في النص الوسيط اسمه سمسار، والطرفين في بائع وفي مشتري، هذا جائز لحاجة الناس إليها ولم يأتي ما يمنع عن ذلك في كتاب الله جل وعلا. طيب السؤال الثالث، يقول صاحب السؤال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خيرا وجزاك إن شاء الله تعالى. هل للربح حد معين في التجارة؟ بمعنى أنا تاجر، أنا رجل تاجر وأتاجر في بعض الأشياء، وقد أشتري هذه الأشياء مثلا بمئة وأبيعها بمئة وخمسين أو بمئة وستين وأحيانا بمئة وعشرين أو مئة وثلاثين، هل هذا جائز؟ أفتونا مأجورين. جزاك الله خيرا، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لك في صفقة يمينك وأن يجعل الله جل وعلا ذلك في ميزان الحسنات إن شاء الله. أولاً التجارة، يعني التجارة الأول؟ عشان نشوف بس الأخ التاجر، التجارة عبارة عن إيه؟ التجارة عبارة عن شراء سلعة، أنا بشتري سلعة وببيعها. اشتريت هذه يعني النظارة، اشتريتها وبعد ما اشتريتها بيعها، هذه التجارة. بشتريها بخمسة وأبيعها بستة، أبيعها بسبعة. أنا بشتريها ليه؟ بقصد الربح. الربح ليه؟ لأنني سأعيش من ذلك. ولذلك التاجر هو من يشتري السلعة لبيعها بس بقصد الربح. يبقى لكن لو اشترى، لو أنا جيت اشتريت نظارة، اشتريت هذه النظارة يعني ألبسها، لا بعد تاجرا. لماذا؟ لأني لم أشتريها لبيعها قصدا للربح. طيب أنا اشتريتها وبعد ما اشتريتها لقيت نفسي اشتريت الجهاز الكمبيوتر لست بحاجة إليه، فبعته مرة ثانية، لا أسمى تاجرا. لماذا لا أسمى تاجرا؟ لأني بعته وليس بقصد الربح، وإنما بعته بقصد عدم الحاجة إليه. فالأصل في التجارة أن أشتري بضاعة ثم أبيعها بعد ذلك بقصد الربح، قصد ونية التربح قائمة وموجود. طيب الربح ده اللي هو عبارة عن إيه؟ الربح ده اللي هو الفائض أو الزائد بين سعر الشراء وسعر البيع. اشتريت بخمس بعت بست، أنا بعت واحد. اشتريت بخمس بعت بعشر، يبقى بعت خمس. ده الربح. فالتاجر هو الذي يشتري ثم يبيع بقصد الربح. القرآن الكريم تكلم عن التجارة بأنواعها المختلفة في نوعين، يعني لو حبينا نقسم التجارة نقسمها إلى التجارة المادية والتجارة المعنوية. التجارة المادية اللي هي كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. دي تجارة مادية. تجارة مادية يعني إيه؟ تجارة مادية يعني في عالم الماديات، بيع وشراء في المأكول في المشروب في الملبوس في المستخدم في المرقوب في المنقول في مثل هذه الأشياء. وفي في سورة البقرة قال ربنا جل وعلا: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذن التجارة دي بنسميها التجارة المادية، يعني فيها فلوس، جانب مادي ملموس ومرئي ومنظور. لكن في تجارة ثانية، ودي التجارة العظيمة التي تحدث الله جل وعلا عنها في سورة الصف، حيث يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. يبقى الإيمان بالله وبالرسول والجهاد في سبيله جل وعلا دي تجارة. تجارة مع مين؟ مع الله جل وعلا. أين الربح؟ في طرفين. في طرفين، طرف الأول هم المؤمنون، طرف الثاني هو الله سبحانه وتعالى. فين الربح؟ الربح هناك عند الله جل وعلا في جنة عرضها السماوات والأرض. يبقى دي التجارة. طيب أما باقي أنا أتاجر، الأصل في التجارة الربح. أنا مش بأتاجر في مالي من أجل سواد عيون الناس، لا، ده أنا عايز أتربح، لأن عندي بيت، لأن عندي أولاد، لأن عندي زوجة، لأن عندي أب، لأن عندي أم، لأن عندي عايز يعني أنفق في سبيل الله جل وعلا. يبقى أنا أتاجر حتى أتربح، فإذا تربحت أتاجر مع الله جل وعلا. التجارة دي ممكن تكون بقى بإن أنا أطعم أولادي، أطعم زوجتي، أبويا، أمي، إخواني، أخواتي، أجعل من ذلك نفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عشان يدلنا على أن الأصل في التجارة هو الربح، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد نقول له إيه؟
نقول له لا أربح الله تجارته، يبقى ما تربحش، ندعو عليه بذلك، لأنه استخدم بيت الله جل وعلا فيما ليس في في في, في أمر ليس بمشروع. ولذلك وصف الله جل وعلا أهل الإيمان، أهل التقى والورع، كما في سورة النور قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب تعالوا الآن القضية اللي هو موضوع السعر المعين، هل يجوز ان احنا نحط حد ادنى لموضوع الربح؟ بمعنى ادق، هل انا لو تربحت اكثر من حد معين اصبح حرام؟ مشهور عند بعض الناس، وهذا كلام اقول عند المالك عن المالكيه، يعني عند المالكيه يقولون بانه لا يجوز للانسان ان يتربح باكثر من الثلث. والحق ان هذا الكلام لا دليل، يعني دليل يجعلنا نقف عنده صحة هذا الكلام، ما فيش حاجة معينة، إلا أن يقال مثلاً مما استشهد به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. لكن هناك أدلة تقول أن الإنسان ممكن يربح أكثر من الثلث وأكثر من الربع وأكثر من النص، خلينا نقول أكثر من الربع أول عشان يبقى الترتيب، أكثر من الربع وأكثر من الثلث وأكثر من النصف وأكثر من الثلثان، بل يستطيع الإنسان أن يتربح بمية في المية، مية في المية أو مية في المية. وقد صح أن النبي صل الله عليه وسلم، هذا الحديث جاء بروايات متعددة كما في المسند عند الإمام أحمد رحمة الله عليه عن أحد الصحابة اسمه عروة، عروة ده النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول النبي عليه الصلاة والسلام شاف حاجة موجودة في السوق، فقال لسيدنا عروة: قال له هذا دينار. وأمر عروة رضي الله عنه وارضاه أن يأتي الجلد في حاجة جاية، فقال: اكيني بشاة. أخذ دينارا واحدا من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عروة. نعم.